Okay, good morning. مرحبا صباحكم حسن. إذا سنبدأ الجلسة الرئيسية هنا، أرجو التفضل بالجلوس. Okay. حسنا، إذا طاب صباحكم مرة أخرى. أنا كيتا ماتشيسكي، أنا عضو في مجموعة عدد الأطراف للأمم المتحدة والمنتدى الخاص بإدارة البيانات، وأنا كذا عضو في إحدى الشركات اليابانية، وهي جلسة حول التصرف في الشبكة الإنترنتية العنكبوتية، وهي موضوع حول تعزيز التيار الحر للبيانات والثقة في العالم المترابط رقميا. كما كتبنا في موقع خاص بالمنتدى، الشأن هنا هو الحوار المثمر حول التيار الحر عبر الحدود. فأيضا يدور الموضوع حول التحديات فيما يخص الخصوصية وحماية البيانات وحقوق الملكية وأمن البيانات من خلال مبدأ الثقة. وهنا سنراعي أيضا التطور الحاصل للتحول الرقمي، أيضا التطورات السياسية التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. إن الاقتصاد الرقمي قد نمت باستمرار بسبب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وجمع البيانات الكبيرة وسلاسل الكتلة إلى آخره من التكنولوجيات. ونستطيع أن نقول أن هذه التكنولوجيات كانت من أهم الدوافع للابتكار الاقتصادي، سواء على حد الدول النامية والدول المصطنعة والصناعية عفوا. الاقتصاد الرقمي يعتمد على الإنترنت، وهو أصلا مفتوحا وعالميا. والاقتصاد الرقمي له تأثير كبير على التجارة، وهناك الكثير من النقاشات التي ركزت على التجارة، وهذه المفاوضات والنقاشات أيضا زادت وتوسعت. نقطة الاختلاف تقع خاصة في مجال البيانات، والكثير من البلدان حاليا تعتبر القواعد الضرورية من أجل الاستمرار في تشجيع استخدام البيانات وحمايتها من وجهات نظر مختلفة. ومن الأساسي أننا نحمي ونعزز تيار البيانات عبر الحدود، ولكن أيضا علينا أن نفكر بمواجهة التحديات مثلا مثل حماية الخصوصية وحماية البيانات وحقوق الملكية. وهنا يجب أن نعتبر أيضا النشاطات التجارية العابرة الحدود، وأيضا احتياجات الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. وهناك عدد من الإجراءات التنظيمية نستطيع أن نتبناها، سواء كانت مثلا ملزمة أو قواعد مرنة معها، حيث أيضا نستطيع أن نشرك الأطراف المتعددة المعنية. الكثير من الدول لديها قوانين ملزمة، ولكن هذا من الصعاب من أجل ضمان التيار الحر للبيانات، ويزيد من التكلفة الواقعة على الشركات كذلك. وهكذا يمكن أن يؤدي إلى تجزئة العالم الرقمي. والعولمة هام هنا، والانسجام العالمي هام هنا، من أجل توافقية التشغيل ومن أجل الاتفاق ما بين الأطراف المختلفة. وكانت هناك أيضا عدد من المناقشات والمفاوضات أيضا في هيئات التجارة المختلفة. مع ذلك نعم، هناك ما زالت الكثير من صناع القرار الرقميين يحاول قدر الإمكان التوصل إلى التجانس الدولي على صعيد توافقية التشغيل، حيث أن المنتدى هنا أفضل مكان من كي ندفع إلى الأمام بأفضل طريقة للتجانس والتوافقية وفي توافق التشغيل أيضا من أجل التجارة الرقمية. إذن نحن
من الجيد أن ننعقد هذه الجلسة رفيعة المستوى وجمعنا بين المتحدثين إضافة إلى المدراء للنقاش. أولاً رئاسة الدول 20 الكبرى ودول 7 الكبرى تتحدث عن النتائج وهم سيرفعون إلينا تقارير، من ثم سنستمع إلى الجمهور وإلى المتحدثين وإلى المشاركين الآخرين. ولكن قبل ذلك، قبل أن نختتم الجلسة، ستكون هناك أي جولة أخيرة للاستنتاجات الختامية للمشاركين. القسم رقم 13 للإعلان للوزراء لدول 20 الكبرى حول التجارة والاقتصاد الرقمي هام للغاية بالنسبة لنا، وأنا يسرني بأن تتيح لي الفرصة بأن أصير وأصمم هذه الجلسة معكم. وأنا أتطلع بفارغ الصبر أن أتعلم من المتحدثين الموقرين ومن الجمهور كذلك، ولذا سعيد جدا بأنني أستطيع أن أسلم الكلمة الآن إلى المدير الرائع للنقاش بول. أرجو افتتاح الجلسة، تفضل. شكرا جزيلا على هذه الكلمات الافتتاحية كنتا، وشكرا على وضع الأسس لهذا النقاش. إنه من دواعي سروري بأن أدير هذه الجلسة الرئيسية حول مستقبل التيار الحر العابر للحدود للبيانات، ومعنا أيضا مشاركين عن بعد، وأنا المدير التنفيذي لمنظمة الأطراف المتعددة. وكما قال كنتو، كيف نستطيع أن نخلق تماشياً وتجانساً ما بين القوانين الدولية والوطنية؟ وهذا من أهم الشروط الأساسية في القرن 21، وهذا الشيء يثير عواطفي، خاصة أن أقوم بإدارة هذه الجلسة الرئيسية حول البيانات والتيار العابر للحدود لها. وأنا ولدت هنا في برلين، وأتطلع بفارغ الصبر إلى أن أنظر إلى ما هي تأثير ذلك على الاقتصاديات والمجتمعات. وسنتحدث اليوم أما كيفية إدارة التيار الحر للبيانات والخدمات العابرة للحدود، كيف نستطيع أن نحقق ذلك؟ وهذا من الأولويات في جدول الأعمال السياسيين في أنحاء العالم. معنا هنا اليوم منصة رفيعة الموضوع، معنا جو إيجا، وهو رئيس لفريق العمل الدول 20 الكبرى، وهو المدير العام حول عملية الدول 20 الكبرى في وزارة الداخلية اليابانية. ومعنا سلفادور جو من المجلس الرقمي الفرنسي، معنا تيما كوستا، تيلمان كوبفا هو النائب الرئيس لشؤون التجارة الدولية، لينسيا بيتيجانيا هي نائبة الأمينة العامة من بولندا، السيدة إيدا تاتو، وهي تمثل قسم التابع لمنظمة التجارة العالمية المسؤولة عن التجارة والخدمات، السيدة لويزا برانداو، وهي محامية وموجودة لدى المعهد البرازيلي للمجتمع والإنترنت، السيدة راجل ستيلي من المجلس السياسي لقطاع الحواسب والمواصلات، والسيد سيباستيان بيلاغامبا وهو المدير الإقليمي لأيسوك لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والسيد بيل دريك وهو يدرس في جامعة زوريك في قسم الشؤون الدولية. معنا أفي إيدو وهي من المؤسسين والمديرة التنفيذية للفريق العمل الخاص للتشاور. وإذا نبدأ كما قال سابقا كنت بأننا نتحدث عن التطورات في الدول 20 الكبرى والدول 7 الكبرى، قبل أن نتطرق إلى موضوع تعددية الأطراف، يعني أنا سعيد جدا بأن يوجي إيدا سيقوم بتبليغنا عن الدول 20 الكبرى في هذا العام. أرجو التفضل إلى هنا. صباح الخير وشكرا جزيلا أيها السيدات وسادتي، ويسرني جدا وأتشرف بأنني أستطيع أن أتحدث معكم اليوم هنا وأقدم تقريرا
وجيزا حول نتائج مجموعة العشرين في هذه السنة، وخصوصا المناقشات حول مناقشة الفريق محان، والوفد الياباني كان يترأس مجموعة العشرين، وكان عندنا لقاء بين وزراء الشؤون الرقمية ووزراء التجارة، وكنا نناقش تحديات مشتركة ناشئة في مجال التجارة والاقتصاد الرقمي. واليوم أود التركيز على موضوع تدفق البيانات، وأعضاء اجتماع الوزراء ترونهم في هذه الصورة. كان معنا وزراء التجارة ووزراء الاقتصاد الرقمي، بهذا السبب عددهم كبير هنا في هذه الصورة، ولكن نص منهم وزراء التجارة. والمناقشات كانت مثمرة خلال هذا اللقاء بين الوزراء المنعقد في شهر يونيو حزيران الماضي، وثم تم تقديم التقرير إلى لقاء رؤساء الدول بعد شهر من ذلك. وفي إعداد جدول أعمال كنا نفكر في المغزى والهدف الأعلى للمناقشة، وتفكرنا أيضا في أهمية التداعيات الإيجابية للرقمنة، وكيف يمكن وضعها، كيف يمكن تبلورتها، لأن هذا موجود في مجموعة الدول العشرين ولكن أيضا في العالم بأسره. وطبعا هذه هي أولويات سياسية مهمة جدا في بلداننا، وهنا نتحدث عن المجتمع 5.0، وهذا المخطط يستهدف إلى بناء المجتمع المركز على الإنسان، والهدف هو أيضا استخدام الرقمنة والاقتصاد المرقمن لأحسن الأغراض، يعني لتنمية المجتمع كله. وهذا هذه الخطة هي الأساس لجدول عملنا، وأيضا للمواضيع التي أدرجناها في جدول أعمال. وفي المرتبة الأولى تدفق البيانات، لأن هو الأمر الحاسم لاستخدام البيانات الإلكترونية، وبالتالي أيضا الأمر الحاسم لتطور الاقتصاد المرقمن عموما. وفي غضون السنوات الماضية نحن قمنا في المنتديات بين الحكومات، يعني مثلا أيضا مجموعة الدول العشرين، ناقشنا المشاكل الناتجة عن موجة الرقمنة العالمية، وخصوصا تدفق البيانات العابر للحدود والمتزايد حجما. وأعدنا أيضا بيانا يعبر عن إرادتنا لتدعيم تدفق البيانات، وبنفس الوقت حماية الأهداف السياسية واحترام الأهداف السياسية. ربما ليس هذه الصياغة النصية الواضحة الدقيقة، ولكن قلنا بكل الوضوح أننا نشجع تدفق البيانات عبر الحدود، ولكن في نفس الوقت نحن نقدر الأهداف السياسية للدول المختلفة. ومن البديهي أننا نفهم أهمية حماية البيانات الإلكترونية وممارسة السياسة في هذا السياق. ونحن ندعم تماما هذا الاتفاقية، ولكن كنا نتساءل خلال الحوار لماذا يتم التركيز على دعم الأهداف السياسية الوطنية بهذا الشدة؟ لماذا
يجب على الشركات أنه تحترس كثيرا في نقل البيانات عبر الحدود. لماذا يجب للمواطنين أو لماذا هم حتى خايفين من نقل أو من تسليم بيانات؟ ولاحظنا أن الأمر يحتاج مزيد من الثقة، لأن هذه الظاهرة ناتجة عن نقص الثقة المتبادلة بين أطراف معنية مختلفة أيضا في الاقتصاد الرقمي، وبشكل عام يعني تدفق وموضوع تدفق البيانات الإلكترونية. وهكذا ناقشنا كيف يمكن خلق الثقة من أجل تشجيع تدفق وسائل البيانات الإلكترونية. إذن هدفنا كان في آخر المطاف الدعم لتطور الاقتصادات الوطنية الرقمية، ولكن أدركنا أن الشرط لذلك هو زيادة الثقة المتبادلة. وبعد هذا الحوار ما بين 20 دولة، احنا تواصلنا إلى هذا الاتفاق الذي ترونه هنا في هذه الصورة، يعني نشجع تدفق البيانات الإلكترونية من خلال كذا وكذا. إذن قلنا هناك المزيد من التحديات في مجال حماية البيانات الشخصية وحماية يعني الملكية الفكرية، وكذلك ومع ذلك نحن ندعم تدفق البيانات وندعم حماية المستهلكين، وهذا شيء جديد بالمقارنة مع البيانات السابقة، لأن هدف الحوار كان أولا يكمن في التفهم يعني كيف يمكن فعلا تعزيز تدفق البيانات، وهذا يتطلب زيادة الثقة المتبادلة. مع الأسف لم نتوصل إلى نتائج ملموسة جدا أو اتفاقات دقيقة وملموسة، ولكن عندنا هذه الجملة الأخيرة بالحبر الأحمر، يعني كنا نلتزم بتمكين التفاعل ما بين الإطارات المختلفة. يعني من الواضح أن البلدان والمجتمعات المختلفة تعمل في ظروف إطارية مختلفة، هناك أشكال مختلفة لحماية البيانات الإلكترونية. و إذن عندما نريد تعزيز تدفق البيانات عبر الحدود يجب أن نشجع أيضا التفاعل والتناسق بين الإطارات القانونية المختلفة. وهناك أيضا فقرة صغيرة تبين أن البيانات تلعب دورا كبيرا في التنمية، هذا أمر مهم أيضا ولكن لن أتطرق إلى ذلك في إطار هذه المناقشة هنا. والاتفاق قدم إلى رؤساء الدول والحكومات وتم إقرار هذا النص من قبلهم، ورؤساء الدول والحكومات ناقشوا المسألة كيف يمكن مواصلة ودفع المناقشات حول حماية البيانات وتدفق البيانات إلى الأمام، لأن وزراء التجارة طبعا كانوا يتحدثون عن التجارة الإلكترونية، وهذا مهم جدا أيضا بالنسبة فيما يخص بمنظمة التجارة العالمية. كان من الواضح جدا لهم أنه لابد من الدعم لتدفق البيانات، خصوصا فيما يتعلق بتبادل البيانات الضرورية للتجارة الإلكترونية. ورئيس الوزراء وتنابه كان يبادر إصدار اتفاقية أوساكا في هذا القمة، واجتمع رؤساء الحكومات
شركات ودول من 20 دولة قبل القمة نفسها، يعني كانت هناك فعالية إضافية، واتفقوا على أوساكا تريك. والهدف لهذه المبادرة يتبين هنا بالحبر الأحمر، يعني الحوار الدولي حول دعم تدفق البيانات الإلكترونية. ونعتقد أن هذه المبادرة مشجعة أيضا للمناقشات والمفاوضات الدائرة حول التجارة الإلكترونية في إطار منظمة التجارة العالمية. أود أن أشرح أوساكا تريك باختصار. مثل ما قلت سابقا، الهدف هو دعم المناقشات الدولية حول التجارة المرقمنة وتدفق البيانات، ونعتقد أن هذا يساعد أيضا كثيرا الدعم للمفاوضات حول التجارة الإلكترونية في إطار الاتفاقيات على أساس منظمة التجارة العالمية. إذن هذا هي منظومة واسعة ومركبة تخدم التجارة الإلكترونية وتدفق البيانات على أساس منطلق تعددية الأطراف المعنية، لأننا نعتقد أن المناقشات حول الاقتصاد الرقمي والرقمنة بشكل عام يجب أن تجري مع الأطراف المعنية المختلفة. وفي هذا الصدد IGF طبعا هذا الأساس المناسب لإجراء هذه المناقشات. هذا البعض من التحديات أمامنا، وهذا مستوى معرفتنا بعد هذه المناقشات. لا أستطيع التطرق إلى المواضيع المنفردة، ولكن من الواضح أن المناقشات مشابهة تجري الآن أيضا في الجلسات المختلفة هنا في IGF. ونعمل بأن هذه المناقشات تستمر أيضا في إطار مؤتمرات IGF في السنوات القادمة. شكرا جزيلا لكم جميعا، وأعطي الكلمة أيضا من جديد إلى المديرة. شكرا جزيلا. هنا أدعو السيدة تاناكوفو أن تتحدث إلينا عن G7 Track. صباح الخير سيداتي وسادتي، شكرا جزيلا على دعوتي إلى هذه الجلسة العمومية. يسعدنا كثيرا أن يكون هناك فرصة للمجلس الرقمي الفرنسي لشرح ما هناك في إطار G7 Track. أود أن أقدم إليكم رؤية المجلس الرقمي الفرنسي وأشرح لكم أين نحن بخصوص المجتمع الرقمي. بادئاً ذي بدء، أود أن أقدم إليكم المجلس الرقمي، فليس الجميع يعرفونه أصلاً، ونحن نعي ذلك. نحن هيئة استشارية ونعمل كمؤسسة مستقلة ونعمل للحكومة الفرنسية. مهمتنا الرئيسية أن نقوم بالتوصيات السياسية ونلعب دور مهم لبناء الجسور بين التكنولوجيا والمجتمع. يهمنا ألا يستبعد المواطنين من عملية الرقمنة. المستخدمون مهمون إن لم يكونوا أهم من الاعتبارات الاقتصادية. من المفترض ألا نترك المنصات لوحدها، وألا نترك الإنترنت لوحده أيضا. أكثر من أي مجال آخر من الضروري هنا
أن تقرر الشؤون الرقمية مع متعدد الأطراف. في الصيف الماضي شاركت في مجموعة الدول السبعة الكبرى، ومن المهم جدا أن يكون لدينا مثل هذه المنصة في إطار الدول السبعة. من الضروري أن يكون هناك حوار مع المجتمع المدني. في عام 2019 فرنسا ترأست مجموعة الدول السبعة، وكان يهمنا أن نضم جميع الأطراف المعنية في هذا النقاش، وهذه خطوة أولى يجب تطويرها، ويجب انتشار ذلك في جميع هيئات القرار. مبدأ تعدد الأطراف معرض للأخطار في العلاقات الدولية بما في ذلك الإنترنت أيضا. كلنا نتحمل مسؤولية، ولا يجب أن نتخلى عن الحوار المتعدد الأطراف، خاصة عندما يدور الأمر حول الإنترنت الذي كان يوما ما نوعا من الطوباوية لعالم بلا حدود. فقط عندما نجمع مختلف الأصوات نستطيع أن نبني تكنولوجيات رقمية لا تعمل من أجل نفسها فقط، إنما أن تخدم التنمية المستدامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية البيئة والإنسان. فلنأخذ على سبيل المثال التعرف الآلي على الوجوه هذه الأنظمة وتطبيقها في الفضاء العام والخاص. تطرح أسئلة أخلاقية مهمة. لا يزال هناك نسبة خطأ كبيرة، والتكنولوجيا فيها تمييز ضد النساء والأقليات الإثنية. أنا جزء من الأقليتين، وما هي نتائج ذلك؟ لا نسأل ذلك كثيرا، أو هذه مسألة تناقش فقط بين الحكومات والمنصات، أما المواطنين المستخدمين العاديين فهم ليسوا جزءا من النقاش، ولكن هذه هي المواضيع التي يجب علينا أن نتعامل معها. نحتاج بالضرورة إلى حوار بين الأطراف المختلفة حول هذه المواضيع. لذلك قبلت بعض دول الجي 7 بيان من أجل إنترنت مفتوح وحر وآمن. الإنترنت يحول مجتمعاتنا، وهذا ينعكس في خطاب الكراهية والتحريض وانتهاك الخصوصية وحماية البيانات. الموقعون على بيان كرايست تشيرش التزموا بتقليل المحتويات غير القانونية والحفاظ على حرية الإنترنت. في نفس الوقت هذا البيان هو أساس لحماية حقوق الإنسان، ولكن ماذا يعني ذلك بالفعل؟ ربما تبدو حقوق الإنسان كأنه أمر قديم ولا يمكن تطبيقه في الإنترنت، ولكن هذا غير صحيح. حقوق الإنسان هي مبادئ يجب علينا أن نناضل من أجلها ونستطيع أن نطبقها في الإنترنت، ويجب علينا ذلك. المقصود هنا حرية التعبير وحرية الرأي ومكافحة الرقابة والحق في الحصول على المعلومات، الحق في النسيان. كل هذه الحقوق هي حقوق إنسانية، علينا أن نحميها في الإنترنت أيضا. ثانيا
يجب أن نبني حقوق إنسانية جديدة، وهذه الفكرة أيضا ليست جديدة. فالحقوق الرقمية هي تخص المجالات التي ذكرتها آنفا. ما علينا أن نفعله هو أن نمكن المواطنين من استخدام والانتفاع من هذه الحقوق في المجتمع الرقمي. كيف نستطيع أن نطبق مبدأ المساواة في عالم هناك تكنولوجيات تميز بعض المواطنين؟ فكيف نستطيع أن نضمن بأن هناك مساواة بين جميع المواطنين في إطار هذه التكنولوجيات؟ كيف نستطيع أن نضمن مفهوم المساواة في هذه التكنولوجيات والخوارزميات؟ هذا يتطلب حق للاندماج الرقمي بما في ذلك الأقليات، لابد أن يتم دمجها وأن تمضي معنا قدما إلى الأمام. وعلينا أن نعمل بجهد كبير على ذلك، ومن أجل تحقيق ذلك، ومن أجل أيضا تغطية الفجوة بين الجنسين في هذا المجال. يجب علينا أن نعمل من أجل أن تقرر هذه الأنظمة بشكل أكثر عدلا. كيف نطبق حق الحصول على المعلومات إذا كانت القرارات تتخذ بشكل آلي؟ الإنترنت يعتمد على فكرة الحصول على المعلومات والمعارف، وأن يعزز ذلك ويمكن ذلك المواطنين. علينا أن نطبق ذلك في القوانين وأن نضمن حق الشفافية. الشفافية تعني الضمان بأن الناس يعرفون على أي أساس تعمل الخوارزميات وغيرها من القرارات الرقمية. إن تعرضتوا للتمييز على يد آلة، إن تم التعرف على وجهي بشكل خاطئ وأصنف كإرهابية، كيف لي أن أعتمد على هذه الأدلة وأثبت بأن الماكينة كانت على خطأ؟ في المجتمع الرقمي لابد أن يكون هناك حق في الشفافية، مثل حق الحصول على المعلومات وواجب المحاسبة في الأنظمة الديمقراطية. لدينا اليوم منصات اجتماعية تتخذ قرارات سياسية أو تنشر الدعايات الانتخابية، مما يؤثر على نظامنا الديمقراطي. والفرق الكبير هو أنه ليس هناك أي واجب للمحاسبة على هذه الشركات. في أي نظام ديمقراطي فالخطأ عادة يعاقب عليه، على الأقل في الانتخابات القادمة. أما آليات المحاسبة يجب أن نخلقها من أجل أن نضمن بأن المنصات الكبرى التي تؤثر على مجتمعاتنا تحاسب أيضا على قراراتها. هناك ثلاث حقوق مبدئية: المساواة والشفافية والمحاسبة. وبالطبع هذه الحقوق مرتبطة ببعضها. لا يجدي إن كان هناك مساواة ولكن ليس هناك مبدأ المحاسبة لأصحاب القرار إن لم يطبقوا المساواة، وكذلك بدون شفافية أو أن يكون لدينا محاسبة والمبدأين الآخرين غائبين. إذن يجب تنفيذ هذه الحقوق الأساسية الثلاثة من أجل أن يكون هناك ثقة من قبل المواطنين في العصر الرقمي. شكرا جزيلا على هذه المداخلة.
بعد 50 سنة من نشأة الإنترنت ندرك بأن هناك المزيد من القوانين والتنظيمات الجديدة، ولكن التكنولوجيات أيضا تتقدم بسرعة هائلة، وفي كثير من بلدان العالم لم يكن هناك رد كبير على ذلك. سمعنا عن تحديات ذلك وتحدثنا عن G20 وG7 وفي شبكة الإنترنت و سياسة القضاء أيضا تحدثنا عن ذلك. لدينا 150 من منظمات الأطراف المعددة وسألناهم وشركات الإنترنت والمجتمع المدني، ف 79% منهم يعتقدون أن التعاون الدولي غير كافي من أجل معالجة التحديات القانونية، مع توقع أن هذه المشاكل سوف تزداد أثناء الثلاث سنوات القادمة. وسمعنا اليوم أيضا بأن الخصوصية والحصول على البيانات وجمع البيانات وحماية البيانات، كل هذه المواضيع تتعلق ببعضها البعض، وأية مبادرات إن كانت خاصة أو حكومية أو اتفاقات تجارة أيضا تؤثر على بعضها البعض. وبالتالي فالاقتصاد الرقمي والسياق الرقمي لا يمكن النظر إليه على انفراد، إنما يجب أن نعرف كيف أن القوانين الوطنية تؤثر على الإنترنت والملاحقة القضائية الدولية. سمعنا أنه وزراء الجي 20 عملوا على هذا الموضوع، وسمعنا عن ضرورة الحوار من أجل إنترنت حر ومفتوح وآمن. فإذا كان التنسيق مهم لهذه الدرجة من أجل أن يكون هناك ثقة بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات، هذا يعني أن القوانين واللوائح يجب التنسيق بينها. ما هي التطورات التي ترونها وما هي العوائق لهذا التنسيق؟ هنا أود أن أعطي الكلمة لتلمان كوبفر. أنت تعمل في أكثر من 180 دولة في العالم، يعني 180 نظام قانوني مختلف. شكرا باول، شكرا وصباح الخير. أود أن أتحدث عن تدفق البيانات والثقة. لماذا يهمنا ذلك في بي تي، ولماذا هذا حاسم أيضا في سياق التجارة والمفاوضات داخل منظمة التجارة العالمية، وسمعنا عن ذلك من اليابان أيضا. إذن نحن شركة تعمل مع شركات في 180 دولة، ونحن على قائمة الـ FTSE 100، وفي ألمانيا أيضا نحن نعمل لمعظم الشركات في البورصة الألمانية، شركات مالية وصيدلية ونقلية ولوجستية، ولدينا الكثير من التعاونات مع دول الاتحاد الأوروبي ومن بعض الدول شبه المتطورة. لذلك نحن نعتبر أيضا من أكثر المحركين للبيانات إن صح التعبير، ودون أن يكون هناك إمكانية ملموسة لاستخدام البيانات فلا يمكن أن تعمل سلاسل خلق القيمة. ذلك يبدأ بالعمل بالمناجم والمواد الخام والتسويق والتطوير واللوجستيات والشحن والمبيعات، فالICT خدمات الICT ضرورية في كل مجال. لذلك ما نفعله كشركة مرتبطة بشكل وثيق مع البيانات، لأن
الشركات تريد أن تخزن بياناتها في بيئة موثوقة بها. الاقتصاد الرقمي هو اقتصادنا في هذه الأيام، وهذا يجعل الاقتصاد أكثر فعالية. وأي تقييدات وعوائق تعتبر مشكلة لاقتصادنا اليوم. أما تقرير الاقتصاد المعلوماتي لعام 2017 أثبت أن 25 بليون دولار تحقق من التجارة الإلكترونية. هذا مهم عندما نفكر بالمستقبل، لأنه عن طريق الكلاودز وإنترنت الأشياء والتواصل الآلي وطباعة الثلاثة أبعاد والموصولية المتزايدة، تحدثنا عن ذلك في الأمس، حتى السيارات والطماطم تصبح موصولة بالإنترنت. يعني كمية البيانات سوف تزداد بشكل هائل. ولكن عندما ننظر إلى ذلك في إطار المفاوضات منظمة التجارة العالمية والتجارة الإلكترونية، فذلك يناقش بشكل حثيث بشكل بالتركيز على البيانات الشخصية. فمن وجهة نظرنا من المهم جدا أن يتم نقل هذه البيانات بشكل آمن. ولذلك نحن ندعم القانون الأوروبي الجديد لحماية البيانات، لا نعتبر ذلك عائقا للتجارة. فهذا القانون يعطينا أيضا إمكانيات لنقل البيانات بشكل آمن. هذا جزء من القانون. ولكن المشكلة بأن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى الموضوع من وجهة نظر الأوروبيين الذين تنقل بياناتهم إلى الخارج، ولكن النظرة المعاكسة أيضا مهمة في هذا السياق، ويجب مراعاة ذلك في إطار المفاوضات. وأنا متفائل أنه يمكن التوصل إلى حل. شكرا جزيلا. على أن البيانات تتحرك في أنحاء العالم، كل شيء اليوم رقمي، ونستطيع أن نتوقع يعني زيادة لحجم البيانات، يعني ليس بالنسبة للبيانات الخاصة بل بالنسبة للبيانات غير الشخصية. والآن أود أن أسلمك لليا كوبينسكي ستاتينك من حكومة بولندا. أرجو أن تشترينا برأيكم حول التوجهات والتنسيق في النظام الدولي بول. شكرا جزيلا على السؤال. في أوروبا نشاهد زيادة لأهمية حماية البيانات، فإذا بناء على مفاوضات المفاوضية الأوروبية والتوقعاتها، قيمة هذا الاقتصاد الرقمي في أوروبا سيتحقق نمو سيصل إلى 700 مليار يورو لغاية عام 2020، وهذا يبين أن هناك أهمية متزايدة للاقتصاد الرقمي كمصدر للتنمية الاقتصادية والرفاهية الاجتماعية. ولا من الهام الغائب أن نحقق الانسجام في سيارة السياسات، ولكن الشيء حدي هناك ثلاث عناصر على الأقل. أولا تعددية الأطراف، ومنهاج تعددية الأطراف، إذ أن حسب رأينا التنظيم يجب أن ينعكس الاحتياجات المختلفة للأطراف المعنية المختلفة. ومنذ خمس دقائق قيل أن لدينا سجل مثير ومؤثر ل 150 طرف لأشان، لذا عملية إشمال كافة هذه الأطراف يشكل تحديا كبيرا. ثانيا، من المهم أن هناك عنصر لسرعة النمو للتكنولوجيات الناشئة، وهذا التوجهات أسرع بكثير من تطور القوانين. كما قالت صلوى، من الضروري أن نتبادل المعلومات وأفضل الممارسات بشكل عابر للأقاليم. والعنصر الثالث أود أن أذكره هنا اليوم،
هو الفهم العميق للتعامل ما بين التشريعات المختلفة. نحتاج إلى رؤية واضحة وتواصل واضح حول كيفية إيصال وفهم إفهام التأثيرات لمجموعات مختلفة من أطراف الشأن. مثال على ذلك، في أوروبا هناك موضع نقاش كيف التنظيم نظراً للتيار الحر وتدفق الحر للبيانات غير المشخصة، يعني تتعامل مع التوجيهات الأوروبية حول حماية البيانات، وخاصة هناك حاجة لتوفير التواصل الواضح والمنسجم لأطراف الشأن، خاصة فيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، إذ أن لديها قدرات محدودة نسبياً نظراً مقارنة بال القوى الكبرى والأطراف الكبرى. شكراً لدينا مرة أخرى لمداخلتك، وخاصة لإثارتك موضوع الانسجام والتوجه المستقبلي للنظر إلى التكنولوجيات الناشئة. هذا سيؤثر على سيارة السياسات، وعلينا أن نبرز ذلك الموضوع الكبير بالنسبة للأطراف الصغيرة التي ليست لديها القدرات الكافية لتتعامل مع مئات أو حتى عشرات الأسواق في أنحاء العالم. لي، هل تستطيع أن تعطينا تحديث عن النقاشات في داخل منظمة التجارة العالمية؟ شكرا جزيلا. كما تعلمون لربما هناك عدد من النقاشات والمبادرات في داخل المنظمة التجارة العالمية حول التجارة الرقمية أو التبادل التجاري الإلكتروني. فإذا هناك عدد من الآليات حيث نحاول أن نحقق بعض المفهوم المشترك للانسجام من خلال التفاوض، وهذا عملية معقدة جدا، ولكن كما قيل وأظن أن هذا يستحق الجهد. يعني إذا عددا من الأعضاء في المنظمات تساهم في التعاون من أجل تطوير المبادئ لنطاق واسع من الجوانب التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية، بناء ابتداء بالجمارك وعبورا بالمواضيع التي تتعلق بالأمن السيبراني والمبادئ. ولكن ما أثار أكبر انتباه، يعني كما لاحظنا هنا أيضا في هذه الجلسة وما يشكل تحديا أيضا، هو نقاش حول المبادئ التجارية لتدفق البيانات. هناك عنصرين، أولا المبدأ للتدفق والعبور الحر للبيانات للحدود، وثانيا يعني الفكرة أن يا أما يجب أن تكون هناك قيود مفروضة على البيانات، أو يعني من غير المرغوب أن تتم التعامل معها على الصعيد المحلي. هذه المبادئ على أساس حق نقطة انطلاق. يعني عندما نتعامل مع هذه المبادئ في داخل منظمة التجارة العالمية، لا تقليديا لا تقول لحكومات كيف يجب أن تنفذ هذه المبادئ، بل تترك الشأن للحكومات نفسها، إذا سواء إن تكون لديها تشريعات قائمة أو تحتاج إلى وضع القوانين الجديدة. لذا هناك عمليات مستمرة حول هذه المواضيع بشكل عابر للقطاعات وعابر للاختصاصات وعابر للوزارات، وبسبب هذه التأثيرات العديدة ما زلنا أمامنا ننتظر إذا المنظمة تستطيع أن تحقق بعض النتائج في هذا المجال، أي مجال المبادئ. هذه المبادئ لو نجحت ستكمل المبادئ القائمة في داخل المنظمة، وهي أساساً أن الحكومات لديها بعض المرونة فيما يخص وضع الأهداف السياسية، مثلاً من قبيل منع وقوع الجريمة في الإنترنت، بعض العناصر ذو الجانب البيئي إلى آخره يمكن تحقيقه رغم كل هذه القواعد. وهذا أيضا عنصر هام في النقاش. إذا ما لدينا، وهذا مثير للاهتمام وربما يشكل مفاجأة للبعض بناء على ما سمعته في بعض الجلسات في هذا الأسبوع، هو ليس هناك فجوة بين الشمال والجنوب حول سؤال إلى أين نتجه.
وهناك اكتشفت هناك فجوة بين الغرب والغرب، وهناك فجوة بين الغرب والشرق، وأيضا هناك فجوة في الجنوب بين الجنوب وبين الجنوب. وبعض الدول الجنوبية تبينت وكأنها تمثل أوروبا أو الولايات المتحدة، وهذا لربما أعتقد من أهم المواضيع التي يجب أن نتعامل معها. مثلا هل نستخدم ضمان التيار الحر للبيانات أو نستخدم مصطلح التيار الحر للمعلومات؟ لربما ليس فرقا كبيرا، وطالما نستطيع أن نتفق على أننا نضمن التيار الحر للبيانات فقط، لربما هذه رؤية متطرفة ولكن هذه رؤية موجودة لدى البعض. أظن أن التوجهات ليست إيجابية. هذه العملية التي خضناها هي ليست معقدة فقط، بل منذ عام 1998 عندما للمرة الأولى قررنا في داخل المنظمة للتجارة العالمية حظر مؤقت على الواجبات أو مذكرة حول الواجبات على التجارة الإلكترونية، لم نكن نعلم آنذاك إلى أين يتجه الإنترنت وأين تتجه التجارة الإلكترونية. وبالنسبة للبعض الفكرة هذه كانت أفضل مما أن نفعل الشيء الخاطئ. الآن أظن الناس أصبحوا يفهمون أن التجارة والقطاع والإنترنت قد تجاوزتهم وأصبحت أسرع منهم، وأصبح هناك إدراك بأن هناك خطر لفقدان السيطرة، فإذا علينا أن نفعل شيء ما. فإذا أشعر أن هناك إلحاح لعمل ضرورة لوجود عمل المنظمة. فإذا ما هي العواقب؟ العوائق في هذا السداد، يعني العوائق هي الفوارق الصغيرة والكبيرة. العوائق تشمل أشياء، مثلا لو المنظمة قررت يعني قاعدة معقولة لمبادئ والمعايير من أجل التجارة الإلكترونية، هذا شيء صعب ويتطلب العمل الشاق، ويجب أن يكون شامل لعدد من القطاعات وعدد من الأطراف المختلفة وعابر للوزارة في المستقبل، إلا فلا أرى أن هذا سيخرج للضوء. القانون الساري المفعول في أوروبا، يعني هذا شيء مثير وهذا جهد بارع، ولا أعرف إذا يمكن ترجمتها إلى بلدان أخرى وكيف سينجح حتى في داخل الاتحاد الأوروبي، لا نعلم. ولكن هذا مثال على المجالات العديدة حيث الحكومات تظن أن عليها أن تطبق القوانين والقواعد للتجارة الإلكترونية. هناك بعض المواد، ليست لدينا مواد خام في كثير من المجالات الأخرى، ويجب أن نقوم بذلك خارج المنظمة، منظمة التجارة العالمية، إذ أن هي ليست مسؤولة عن الأمن السيبراني وليست مسؤولة عن الخصوصية ولا حتى عن حماية المستهلكين. وإذا هذه وكالة أخرى مسؤولة عن ذلك. فإذا أظن أن لدينا وضع حيث العاليات التشاركية، ولا أقول أن دول العشرين الكبرى، دول السبع الكبرى، أيبك، كل هذه المنظمات، لا أقول أن ليست عاليات تشاركية، ولكن ليس هناك التشارك وتعاون بالشكل الذي يعمل على النطاق الأوسع في كل هذه المجالات، وليس حتى على الصعيد الصغير. يعني والعمل التعاوني على صعيد الوزارات، يعني أظن أن علينا نخلق آليات جديدة. شكرا جزيلا على تقييمك لهذا البيئة لإبراز تغيير التوجه، يعني الحاصل حاليا، الدرد والإلحاحية المشعورة في داخل النظام. وهنا يعني كما نقول الأهم في التفاصيل. وشيء آخر مهم الذي أثرته، إن هناك نقاش تجاري ولكن أيضا يؤثر كثيرا على مجالات أخرى، ومجالات أخرى أيضا تؤثر على الحديث التجارية. فإذا كيف ننظم ذلك على صعيد المؤسسات وعلى صعيد الإدارة؟ شكرا جزيلا لويزا، أنت محامية وأيضا رئيسة للمعهد المرجعي للإنترنت والمجتمع، كيف تندوين إلى هذه المواضيع اليوم؟
شكرا باول، صباح الخير لكم جميعا، وأنا سعيدة جدا بالمشاركة في هذه المناقشة وحول هذه المواضيع المعقدة التي نراها هنا. وهناك أيضا منطلقات مختلفة للتعامل مع هذه القضايا، وما نراه في البرازيل وفي المنطقة كلها أن هناك نقص في التنوع في الحوار والشفافية حول في المناقشة حول الخطوات التالية، وعلينا أن نمضي قدما كمجتمع عالمي لإيجاد حلول عالمية لتدفق البيانات وتقديم الخدمات الإلكترونية، و أننا أيضا نضمن أن كل الأطراف المعنية تشارك في هذه العملية. وأحد أوضع المواضيع الرئيسية المتعلقة بما ذكر من قبل أن كثيرا ما لا يكون كل الأطراف المعنية في قاعة واحدة ويتفقون على خلفية مشتركة أو أهداف مشتركة في مناقشة القضايا المشتركة. ومن الخطوات التالية قد يكون أيضا المنطلق المتعدد الأطراف للمواضيع الراهنة والأهداف التي نريد تحديدها، لأن كثيرا ما نرى مبادرات وهي مثيرة، هي تتطرق إلى مواضيع هامة مثلا حماية البيانات الشخصية، الأمن السيبري والآخرين، ولكن هي مصممة كمواضيع عالمية وليس بالضرورة تجري المناقشات على صعيد العالمي قبل ما يتم تطبيقها في الواقع. وكي نكسر هذه الجدران التي نراها في المفاوضات والمناقشات، نحن بالحاجة إلى لقاءات، إلى خطوات إضافية على صعيد العالمي. يعني من الضروري أننا نجمع الأطراف المعنية، الدول المختلفة، الرؤى المختلفة، وليس فقط بلد واحد أو طرف معني واحد فقط من إقليم أو من دولة معينة، ولكن أكبر عدد منها أيضا لزيادة مشروعية المبادرات المستقبلية. شكرا جزيلا على الإشارة إلى هذه النقاط المهمة، وكان أيضا إلى حد ما مستفز. يعني لابد من التعامل مع هذه المواضيع، ولكن لا نعرف كيف يمكن ذلك، وكيف يمكن من الممكن أننا نسهم الجميع في هذه المناقشات على صعيد العالمي. ريتشل، يعني أنت ممثلة من المجلس السياسي للسيسي، وأنت من إحدى الشركات الرائدة في العالم، كيف ترون هذه المواضيع؟ آسفة. صباح الخير وشكرا على الدعوة للمناقشة هنا ما بين هؤلاء الأطراف البارزة. وطبعا أنا أمثل أيضا هذه الشركة التي تقدم الخدمات الإلكترونية، الاتصالات الهاتفية، وكل هذه الشركات تصدر السلع والخدمات على صعيد العالمي. وطبعا هذه الشركات تهتم كثيرا في تطوير قواعد للتجارة الإلكترونية، وت
تبادل البيانات الإلكترونية، والأمر متعلق بمجالات مختلفة، مثلا كيف يتم مثلا وضع منصات جديدة لشركات صغيرة متوسط الحجم وفتح أسواق جديدة، وأيضا مثلا كيف يمكن خلق وسائط الإنترنت وسائط التواصل الإلكتروني، وهذا يحتاج أيضا إلى كثير من الاستقرار. عندما يتم تشتيت ذلك سيؤثر هذا سلبا على الشركات ويضيق الأبواب للأسواق، وبهذا السبب لابد من تطبيق القواعد الموجودة. طبعا هناك أيضا منطلقات ورؤى مختلفة لإدارة البيانات، والشركات تؤيدها. طبعا هذا يجب أن يجري بسرعة لأن الإنترنت يتطور كثيرا، وهناك أيضا جهات كثيرة تحاول تشارك في هذا العمل، خصوصا فيما يخص بتدفق البيانات عبر الحدود، وهناك مثلا أيضا قواعد محددة بالنسبة للتجارة الإلكترونية. نحن سعداء جدا بما يحدث في منظمة التجارة العالمية، ويسرنا أيضا أن 86 دولة شارك في هذه المناقشات، وأنا مسرورة بعملية تنسيق البرايفسي شيلد لمنظمة التجارة العالمية، وهذه عملية مفيدة جدا تخدم أيضا بناء الثقة المتبادلة. ونرى عوائق مختلفة تهدد هذا التعاون، على سبيل المثال القواعد والأنظمة الوطنية التي تقيد وتضيق التدفق للبيانات. كثيرا ما هذا يعود إلى الشك في الأمن الوطني الذي يؤدي إلى إجراءات لتضييق تدفق البيانات على الصعيد الوطني. كثيرا ما أيضا المركز لل البنية التحتية في البلد، هذا قد يؤثر أيضا على الخصوصية والحياة الشخصية، وكثيرا ما هذه البيانات لا يتم تشفيرها بشكل كافي، وبالتالي سلامتها ليست كافية، هذا قد يضيق أيضا المنفذ للسوق الوطني. وبعض القواعد حول الخصوصية تقصي شركات صغيرة لأنها لا تعرف كيف يمكن تطبيق واحترام هذه القواعد، وبهذا السبب هذه الشركات تحتاج إلى دعم. ونحن نعرف أن هناك حكومات تريد أن تكون هناك قواعد وطنية في هذا المجال، ولكن مع ذلك يجب أن يكون هناك مبادئ عامة عالمية بالنسبة لتبادل البيانات واستخدامها في الأسواق الوطنية. طبعا الخدمات الإنترنت تحتاج إلى منظومة قواعد في الأسواق الجديدة، مثلا معايير أمنية لضمان الأمن للمنظومات الإلكترونية، وأيضا تسهيل المعاملات الجمركية، وكل ذلك مهم جدا لدعم التجارة الدولية. ونحن سعداء بأن المنظمة التجارة العالمية وغيرها من الجهات تتناول هذه المواضيع، وأنا أتطلع إلى مزيد من المناقشات. شكرا ريتشل على هذه التعليقات، يعني قلت إنه لا يجوز أن توجد صوامع، وليس هناك أن لا يوجد الانعزال بين المجموعات المختلفة، وأيضا عدم الاستقرار القانوني للشركات الصغيرة مثلا، وأشرت أيضا إلى ضرورة التشابك في العالم الرقمي. وسيباستيان لقد سمعنا المعلومات عن المجتمع المدني وغيرها، ولكن من الجانب الهيكلي أسألك ما يجب العمل
العمل لحماية تدفق البيانات مستقبلا. شكرا على الدعوة. أعتقد أهم شيء في هذا السياق هو حماية المبادئ الأساسية للإنترنت. لا نستطيع إنقاذ الإنترنت من خلال تحطيمه والقضاء عليه، ولكن لابد من إيجاد السبل المناسبة لمناقشة المسائل الأساسية. ولكن من ناحية أخرى، مبادئ الإنترنت لابد من الحفاظ عليها، ولأنها أيضا المصدر لأفضليات الإنترنت، يعني إيجاد التوازن. لذلك هذا مسألة صعبة، وأعتقد هناك قضايا جدير التفكر فيها. مثلا، أولا، كيف نوجد التوازن ما بين شبكة تم إنشائها على صعيد العالم بمبالاة الحدود الوطنية لاتجاهات سياسية، ولكن في نفس الوقت كيف نستطيع احترام القوانين القومية الوطنية المختلفة؟ نقطة أساسية نوقشت هنا وهي متعلقة بالموضوع هي موضوع الثقة. الثقة في حرية تدفق البيانات الإلكترونية هي محور مركزي لهذا الموضوع، وأعتقد أنه من المهم أن نأخذ في عين الاعتبار أن الإنترنت بيعتمد على الثقة، على التعاون، ويمكن بناء هذه الثقة المتبادلة بشكل مشترك وأيضا بالتفاعل المتبادل. يعني من يواجه تداعيات الإنترنت يجب أن يأخذ كل ذلك في عين الاعتبار. نحن جميعا نشارك في هذه المناقشة، وهناك أطراف مختلفة تسير الإنترنت. لا يمكن التحكم على الإنترنت بشكل مركزي. يعني هناك عدد كبير من الأطراف المعنية، ويجب أنها كلها تشارك في إيجاد الحلول. وأحنا على اليقين أن التعاون هو أمر لا غنى عنه لبناء الثقة في الإنترنت. هناك عوامل مهمة لذلك: ثقة المستخدمين، الثقة في التكنولوجيا، شبكات الموثوق بها، وأيضا الثقة في البيئة الإلكترونية. وكل هذه العوامل يجب مراعاتها في تطبيق القواعد الرامية إلى حماية هذه المنظومة كلها. وأود التطرق إلى اتجاهين في التطور. أولا، يعني المنفذ العالمي العادل، وثم أيضا المحتويات المشفرة. الموضوعان طبعا لهما أهمية كبيرة، لأنه لا يمكن تحقيق التدفق الحر دون التعامل السليم مع الموضوعين. إذن كما قلت، يعني الثقة هذا فعلا مسألة فيصلية، ولو حاولنا تجنب التشفير الأساسي للإنترنت أضعفنا الإنترنت، يعني خاطرنا وحددنا الإنترنت بتحطيمه، وبالتالي نتسبب بمشاكل أكثر من الحلول التي نجدها. إذن أعتقد فعلا الإنترنت هو الأساس طبعا لتدفق البيانات وتبادل البيانات، وبالتالي أيضا التجارة العالمية. شكرا جزيلا على الإشارة إلى الثقة، وعلى أنك
تحدثت أيضا عن التشفير والتصميم الهيكلي للإنترنت الذي بيكون من بذاته تعاوني، وهذا مهم عندما نتحدث عن also the people who follow remote. شكرا على صبركم أيضا لجميع المستمعين في القاعة وخارجها. بعد الجولة التمهيدية نريد أن نفتح النقاش للجمهور أيضا. بالتأكيد لديكم أسئلة مثيرة، بإمكانكم أن تقتربوا من الميكروفون أو أن تسألوا الأسئلة أونلاين. بل أنت كتبت كثيرا عن بيئة الإنترنت. شكرا جزيلا بول، صباح الخير، من الجميل أن أكون هنا. نستطيع أن نسأل أسئلة مثل التنسيق بين الأفراد بين المؤسسات، ولكن أود أن نركز على التجارة، وبعض ما سأقوله ربما يتناسب مع ما قاله لي. سوف أكون مستفزاً بعض الشيء في الأربع نقاط التي سوف أطرحها. أنا باحث سياسي وعالم سياسي، ولدي أبحاث حول المفاوضات الدولية. أستطيع القول بأنه يجب أن يكون هناك بنية محفزة لجميع الأطراف. إن لم يكن هناك مصالح فلا يمكن لأي تصميم هيكلي أن يعمل. في التجارة الرقمية فهناك وضعية متنوعة جدا، والإمكانية الوحيدة هي دراسة بعض المفاوضات الصغيرة بين بعض الدول. هذه المفاوضات تؤدي إلى اتفاقات تجارة حرة خارج منظمة التجارة العالمية، والتي تنطبق مع ذلك أو تتطبق مع ذلك مع أحكام WTO. أما خارج ذلك هناك الكثير من الشروخ والانقسامات، ليس فقط بين الشمال والجنوب والشرق والغرب، إنما في كل مكان. ثانيا، فالمبادرة المشتركة يتبعها الكثير من الناس وعدد متزايد من الناس، ولكن مع ذلك فأنا لا أعرف ماذا ستكون نتيجة قمة 2020 في الشهر 6. الكثير من الدول لن تحضر، منها دول شبه متطورة وبلدان مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا ضد الاتفاق في ذلك حول النفط الجديد و ومن الصعب أن نتصور كيف نتوصل إلى التقدم في هذا الشأن. أما ما يخص حماية الخصوصية والبيانات الشخصية وتطبيق القواعد القائمة، هذه تحديات كبيرة. أعتقد أنه في النهاية سيكون لدينا ما يشبه OECD Plus اتفاقات تشترك فيها بعض الدول، ولكن ليس أكثر من ذلك. ثالثا، المفاوضات التجارية وحدها غير كافية لبناء جسر. ربما أختلف هنا مع لي، فهناك بعض المواقف التي لا تقبل الاتفاق، وهذه الفروق قائمة، والكثير من المفاوضات تفشل، ولكن مع ذلك الحكومات تعود للمفاوضات دائما رغم أن هذه العمليات غير شفافة ولا تصب في التزامات وطنية.
وبالتالي من الصعب أن نبني الدعم المجتمعي، ولن يتغير هذا الوضع قريبا رغم أن بعض الدول تريد أن تتجه نحو شفافية أكثر. ولكن رابعا أعتقد أيضا بأننا نحتاج إلى منتديات متنوعة لمتعدد الأطراف من أجل أن تكون آليات منظمة التجارة العالمية الناجحة. نحتاج أيضا إلى تعاون في إطار الدول العشرين بين الحكومات، ونحتاج أيضا إلى تعاون أكثر بين دول مختلفة والمشرعين فيها، ونحتاج إلى حوار لتعدد للأطراف المتعددة في إطار عملية الدول العشرين ومنتديات أخرى مثل المنتدى الاقتصادي العالمي. هذا سوف يمكننا من التحدث حول الكثير من المواضيع المتعلقة بإدارة الإنترنت ومعرفة مواقع البيانات. كيف نستطيع أن نعرف في أي مجال يجوز تقييد تدفق البيانات وأين لا يجوز ذلك؟ علينا أن نتفق ذلك، ولا يجوز أن يحدث ذلك فقط في إطار المفاوضات التجارية. نحتاج إلى مبدأ تعدد الأطراف كما كان لدينا منذ 20 سنة عندما انطلقت هذه العملية في إطار التجارة والخدمات. كانت لدينا جماعة عالمية أدخلت الكثير من الأفكار الجيدة في هذه العملية، ولكن اليوم هناك الكثير من الشروخ الحدود بين المجموعات. لابد أن نشارك الرأي العام أكثر في ذلك، فاي جي اف مهم في هذا المجال. نحتاج إلى المزيد من ترفق المعلومات والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية من أجل أن يكون هناك اتفاق خارج مفاوضات التجارة أيضا. شكرا جزيلا على هذه الدعوة للمزيد من التعاون والتنسيق. عجبني المنطلق لديك الذي يقول ما هي المحفزات للتعاون أصلا. سيداتي وسادتي هنا وخارج القاعة أيضا، فتحنا النقاش لكم، هناك طلب للكلام، تفضل مع الرجاء أن تعرف على نفسك. أنا باترام بات، أنا أعمل في مركز دراسات في باريس حول الأمن في الفضاء الافتراضي. هذا الجدل مهم للغاية ومثير. تحدثنا عن التنظيمات والاقتصاد الرقمي، هناك وجهتين، هناك مسألة ملكية البيانات وكيف يمكن تأمين البرمجيات من أجل تأمين المنتج. نحن نرى هذا الجدل في كل أنحاء العالم، وفي بعض المجالات هناك التقدم خاصة في إطار إنترنت الأشياء والسيارات التي تسير دون السائق، ولابد أن تتخذ قرارات من أجل صناعة السيارات الذاتية السواقة بشكل آمن، ولا بد أن نحتاج في ذلك إلى مصادر مفتوحة. هل تعتبرون ذلك حلا؟ على الأقل هناك شفافية وذلك فعال أيضا من أجل الابتكار في الفضاء العام وفي الفضاء الرقمي. نعم شكرا. هل هناك أسئلة إضافية؟ تفضل.
أنا فرناندو من البرازيل. أنا أبحث في حوكمة الإنترنت، ولدي سؤال هو أشبه إلى تعليق. السؤال عن OECD Plus أو اتفاقية خاصة بذلك، فالمنظمة OECD كانت دائما منظمة اقتصادية بحتة، فكيف نستطيع أن نضمن بأن سيكون هناك اتفاق عالمي حول الإنترنت يشمل أيضا بلدان مثل إيران وروسيا والصين، وإلا سيكون هناك تجزئة متزايدة أو أن يكون هناك سيطرة للنموذج الأمريكي في الحوكمة وهو النموذج القائم أصلا. سؤالي كيف نستطيع أن نتفاوض مع الدول التي تنتهج التسلط في إجراءاتها؟ شكرا جزيلا على سؤال من النقطة بعيدة الاتصال. أول سؤال، ما هي الدوافع للمعايير الدولية للتكنولوجيا؟ ما هي المبادرات في هذا الخصوص؟ ثانيا، لجميع المشاركين على المنصة، حماية البيانات والقواعد بهذا الخصوص عموما يستخدم من قبل البلدان التي تتخلف عن السباق في الاقتصاد البيانات. هل هناك سؤال ثالث؟ لا، هذا هو الآن. شكرا جزيلا. هل لدينا أسئلة حول المصادر المفتوحة حول AOCD Plus والتجزئة والمعايير الدولية للتكنولوجيا وحماية البيانات؟ من الأول الذي يود أن يتحدث؟ بردتي عندما قلت OECD Plus يعني لم أقصد أن أخترع مصطلحا جديدا يعني لأوضح الموضوع، يعني فقط بالنسبة للسؤال، يعني لسؤال السيد من البرازيل، يعني فإذا أظن أن الانسجام واسع النطاق حول مستويات عديدة للتجارة يعني هذا صعب للغاية تحقيقه، هذا واقع. الفوارق بين النظم الداخلية الوطنية للصين والولايات المتحدة وأوروبا، وذكرنا بعض البلدان الأخرى من أفريقيا من الهند إلى آخرها، يعني هذه الفوارق جسيمة. وإذا في المفاوضات التجارية سابقا مع أوروغواي مثلا يعني كانت هناك مساومة بين المواضيع المختلفة، وهذا النموذج من الصعب للغاية تطبيقه اليوم، إذ أن هنا تفرق في المصالح بين الأطراف قد نام إلى حد بعيد. يعني أنا مقيمة في جنيفا وأنا أستمع من كل المنظمات والمنظمات غير الحكومية هناك، يعني الجنوب والشمال في العالم يعني، وعشرة كأنني في عام 1975 وكأننا ما زلنا في ذلك الحين يعني، ولكن الواقع هو أن الجنوب في العالم يعني متنوع جدا يعني، والشيء المفيد بالنسبة للبرازيل قد لا يعمل بالنسبة للهند إذا أو لا يعمل للنيبال، فإذا كل الأفضليات لكل الجهات مختلفة تماما. والخطوة الأولى يجب أن تكون حسب ما أظن واقعيا يعني أننا نتوقع أننا لا نحاول أن نشمل هؤلاء في مجموعة واحدة إلا إذا كانت تود وتستعد لذلك لهذا الالتزام، وإذا هناك تقدم تدريجي. لا أرى أن هناك انفجار كبير عظيم يعني للمفاوضات من ثم يجمع ما بين كل أنحاء العالم ونغني أغاني جميلة معا يعني، ومن ثم نشعل الشموع وهناك انسجام ووئام تام. شكرا.
أي ردود أخرى. للأسف لا أستطيع أن أتحدث عن المصادر المفتوحة، ولكن أود أن أعاقب على ما قلت، يعني كيف نستطيع أن ننظر في داخل الـ OECD ونبحث عن بلدان التي تشترك المصالح نفسها ولا نفس المواقف نفسها. يعني لي ذكر يعني الانقسام بين الغرب والغرب، يعني والـ OECD أجرت دراسة جيدة مؤخرا نشرت في وقت مبكر من هذا العام، يعني تتطرق إلى بلدان ومنهجيتها لإزالة التابع المحلي والتيار الحر للبيانات وحماية البيانات الشخصية. فإذا هنا في الاتحاد الأوروبي لدينا بلدان توقف TPP وبلدان أخرى تعمل ذلك مثل الولايات المتحدة. فإذا في الاتحاد الأوروبي هناك مبدأ وقاية، فإذا يود أن تضمن أن بعض البلدان تستطيع أن تتحرك بشكل أسرع، يعني فيما يخص الحركة للبيانات العابرة للحدود. يعني والبعض الآخر قد يود أن ينتهج منهاجا أكثر تحررا من ذلك. فإذا أيضا عارض من الجانب الآخر، يعني جعل البيانات أكثر محلية بشكل إجباري. فإذا لو استطعنا أن نجمع بين الموقفين فأعتقد أن هذه فرصة سانحة أمامنا. فإذا لو كان هناك مثال جيد لليابان، إذ أن الاتحاد الأوروبي واليابان اتفقوا عليه ثنائيا، يعني هم اعتبروا أن هناك نظم خاصة لحماية البيانات للمواطنين والمواطنات، ولكن مع ذلك تم التفاوض على ذلك بشكل موازي خارج الإطار القائم في الـ OECD. فإذا علينا أن نفكر بأفكار أخرى. لي ذكر النقاشات حول إيجاد مبادئ مشتركة، ولكن هذا لا يعمل بالنسبة للاتحاد الأوروبي، إذ أن الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يتفاوض حول حق أساسي في المفاوضات التجارية. فإذا هنا خطوة أخرى مطلوبة، ولو استطعنا مثلا أن نحاول أن نجد شيئين. أولا وضع القيود، فرض القيود على جعل البيانات محلية، وثانيا الإلزام بأن البلدان التي تبني حماية البيانات في القوانين تقدم أيضا حلول قابلة للتطبيق للشركات من أجل تحقيق البيانات في طريقة محسنة ومحمية، يعني من بلد إلى آخر. يعني إذا نضمن التيار بالاتجاهات العديدة. فإذا هذا أيضا فكرة في خلق ملعب متساوي الفرص للجميع. فإذا دون الحاجة لتفاوض على مستوى أدنى من المعايير والمبادئ. فبالطبع بشكل موازي، يعني نحتاج ما زلنا إلى المزيد من الحوار مع المشرعين في مجال حماية البيانات كي تتماشى هذه النظم مع بعض عبر الزمن أكثر فأكثر. فسيكون مفيدا أيضا للحديث إلى الخبراء في التجارة وصناع القرار السياسي في كل هذه المجالات. شكرا جزيلا. شكرا. كل هذا الموضوع يتكرر مرارا في كل المداخلات، يعني الحاجة لإشراك الأطراف السياسية المختلفة للتعامل مع هذه المواضيع العابرة للحدود. حقا هل هناك من يريد أن يرد على المداخلات الأولى من بيل وتيلمان؟ إذن أولا ومن ثم لي مرة أخرى ريتشل. فكان بدي أن نعاقب فقط على المسألة حول إدماج دول أكثر سلطوية وأكثر استبدادية في هذه الاتفاقيات. وإذا كان هناك مثلا مجال للصين في مبادرة المضامنة التجارة العالمية، يعني كل ما اتفق عليه على صعيد المنظمة بما في ذلك السياقات الأخرى للتجارة الحرة والمفاوضات، هناك عدد من الاستثناءات وحالات شاذة، وهذه النصوص واسعة جدا وفضفاضة نوعا ما، وإلى حد ما يجعل من الاعتقاد غير ذو مغزى. فهناك عدد من النصوص في القوانين الوطنية التي ليست
لديها شفافية بالنسبة للآليات، فإذا لأن نضمن أن منظمة التجارة العالمية تصيغ الأمور بشكل لا تقود العملية التشاورية فيما بعد والتشاركية. شكرا لي. بإيجاز شديد علينا نتذكر أنه OECD أكبر مما كانت سابقا بحد ذاته، وأعتقد أن بيل معه حق عندما يقول أن لو كل شيء يمكن أن يقام به بداخل منظمة التجارة العالمية سيكون الشيء يعني الأشخاص الذين غير مستعدين الآن يمكن التوقيع على ذلك لاحقا. نعم، روسيا والصين الاثنتان تجلسان على طاولة التفاوض وتحضرها، ولكن هذا يؤدي إلى التساؤل يعني في أمريكا واليابان مع أعلى الطموحات يرون أن هناك بعض هذه الدول لا تستطيع أن تنضم وتتماشى مع هذه الطموحات العالية. هل هذا سيفشل المفاوضات؟ أنا لا أظن أن هناك مفهوم لأن المفاوضات تتماشى مع الفكرة أنه أهم الاقتصاديات لا تتفق على أهم القواعد الأساسية للإنترنت وحركة البيانات، وهذا شيء مقلق لنا كثيراً. والشيء الآخر بإيجاز شديد التعقيب حول الحواجز غير الجمركية، فأنا عملت في إدارة إحدى المعاهدات الأولى التي تعاملت مع أهم الحواجز غير الجمركية، يعني أي معاهدة حول الخدمات لم تكن لدينا جمارك في هذا المعنى. بعدين في هذا المعنى نحن كنا بطيئين وتعبانا ذلك عن كثب، ورأينا هناك تحدي كبير بأن نتعامل أساسا مع التشبيك ما بين التشريعات الداخلية الوطنية للأطراف. رأينا ذلك في الماضي أنها كانت قصص نجاح، وهناك قصص نجاح للتعاون بين الحكومات، ولكن كثيرا ما عليك أن تجمع بين الجماعات المشرعة يعني في داخل نفس القاعة، وفي باحث يعني في جولة المفاوضات مع الأورغاي يعني جمعنا بينهم في قاعة خاصة سميناها هذه ممارسة أخرى تجريبية. فإذا جعلنا الوزارات المختلفة تتحدث لبعضها البعض في مبنى مختلف تابع للمنظمة، والآن يجري الكثير في العواصم. على سبيل المثال مثلا من يمثل المصارف المركزية تتحدث لبعضها البعض وعما يحدث في جنيفا، ويعني خاصة نستطيع أن ننجح هنا إذ أننا نتحدث هنا عن حواجز غير جمركية في هذا الصدد، يعني كما كان الحال بالنسبة للخدمات. وأظن أن هذا قابل للتطبيق، ولكن يتطلب جهد عابر للقطاعات وعابر للأطراف. شكرا جزيلا. هل هناك أي تعقيبات أخرى؟ هل هناك أسئلة في القاعة؟ تفضل وأرجو تعريف بنفسك. شكرا، أنا جون كلون جولدشتين، أنا من رجال الأعمال التقنيين في سيليكون فالي، ولكن أصلا من أوروبا من فرنسا. وتحدثنا عن أو صلوة تحدثت عن خطر أو الخطاب الكراهية ونشر المعلومات الكاذبة، وبدأنا في البداية عن الإشاعات. وفي البداية في هذه المؤتمر أكدنا وفي المؤتمر أكدنا على أكثر على الأخطاء الكبيرة من السياسيين، يعني منظمات مثلا ستقع ضحايا لهكذا أخطاء عميقة. يعني سيباستيان تحدث عن آليات من أجل تحصين الثقة، والسؤال هنا إذا الذكاء الاصطناعي لا يستطيع حقا بشكل معتمد التأكد من الأخطاء والأخبار الكاذبة، يعني قبل أن ينعكس على شهرة الزعماء والأشخاص، يعني ما عواقب ذلك؟ شكرا جزيلا.
هل هناك أي أسئلة أخرى؟ هذا فرصة رائعة حول تشبيك ما بين جميع هذه النقاشات عندما نتحدث عن المنظمة للتجارة العالمية والتجارة عموما وحول الذكاء الاصطناعي. يعني هذه ليست نقاشات نظرية، هذا المستوى لعدم الوضوح وبعض الغموض الشرعي حول التجارات وحول المشغلين والمستهلكين والمشرعين. ما أفكاركم حول ذلك؟ تفضل. إذن كما تعلمون هناك الكثير من التقدم المحرز من داخل المجتمع الذكاء الاصطناعي من خلال تطوير عاليات استكشاف أو كشف على الأخطاء العميقة، ولكن هذا سباق تصلح نوعا ما. فإذا هناك البعض الذي يقوم برسم الخرائط ومن ثم من ينتج هذه الأخطاء يجب الكشف عنهم، وهذه المستوى الآخر. فإذا هذا بشكل دائري متكرر، يعني علينا لربما يجب أن يكون لدينا شبكة نوعا ما لتعلم ولتحذير الناس على مشاترة المعلومات ومشاترة التحذيرات. يعني مثال على ذلك، لا أعلم كيف يعمل ذلك، ولكن مثال على ذلك، كيف تنتشر الشائعات عبر الإذاعة. يعني هذا يدفع الناس في بعض الأحيان لارتكاب جرائم عنيفة جدا. فإذا بعض الأخطاء العميقة لا تؤدي فقط إلى التحدث، يعني هناك ليس فقط شخص يتحدث، بل مثلا هناك صورة خاطئة كاذبة لمدينة تتعرض لهجوم وهذا تنتشر بسرعة. وهناك الكثير من الأماكن حشاشة جدا حيث في أنحاء العالم، حيث هناك إمكانية لحرائق رقمية وحشية. وإذا علينا أن نخصص ونفصل الحلول التي لا فقط تستجيب على جانب التكنولوجي، بل يجب أن نجد طريقة ما من أجل إنشاء آلية لمشاترة المعلومات وللتحضير والقواعد إلى آخره. لا أحد يعلم اليوم كيف سنفعل ذلك. لربما سيباستيان، لا أعلم هذا إلى هذه الدرجة، ولكن شيء مهم من بينما تقول، يعني ليست المعلومات الكاذبة فقط هي المشكلة، بل أيضا إنشاء هذه الأخبار أيضا، يعني والقرية التي تحت الهجوم، يعني حتى ولو كانت حقيقية يعني هناك مشكلة ما. ففي هذه الحال يعني أنا أتحدث عن استخدام الثقة، يعني استخدام الثقة يعني بناء أو بارتباط للعملية التي نتمدى فيها كطريق للمضي قدما. فإذا ليس فقط في هذه الطريقة، يعني أنا بدي أن أميز هنا وأفصل هنا. شكرا جدا. هل هناك سؤال أخير؟ ما زال أمامنا وقت لسؤال أخير، ولدي أيضا سؤال من طرفي للمشاركين. إذا لم يكن هناك سؤال، أود أن أعود إلى المداخلتين الافتتاحيين حول رئاسة دول 20 الكبرى والدول 7 الكبرى. فإذا لو لابد أن نلخص هذا الشيء، هناك الحاجة لتوافقية التشغيل، ومن دول 7 الكبرى كان هناك من خلال العرض يعني تركيز خاص على الحاجة للحوار، وناقشنا أيضا أساسا أن هناك توافق ناشئ، وبدأنا بالفهم أن هناك حاجة للحلول المدمجة في داخل الشركات، ولكن السؤال كيف نبني هذه الحلول. فإذا أود أن أطرح عليكم سؤال أخير، لو كانت لديكم توصية واحدة أو رأي حول كيفية التعزيز الحقيقي لتوافقية التشغيل بين النظم والأطر الموجودة في العالم، كي نضمن أن الأقل أنها تتماشى مع بعضها البعض، إذا لم تكن تتماشى إلى حد بعيد، يعني على الأقل، يعني كيف نستطيع أن نعمل على ذلك؟ يعني لو ربما واحد، كل واحد فيكم يستطيع أن يقدم لنا توصية واحدة لنخرج بها من هذا النقاش للتوجه المستقبلي، لربما تبدون في ذلك. شكرا جزيلا. شكرا على هذا السؤال. نعم، في رأيي و
وطبعا في رأيي لابد من صياغة الإجراءات السياسية التي تؤدي إلى بناء الثقة، ولا يجوز لنا أن نفصل ما بين هذين العاملين، ولكن ينبغي أنها متناسقة ومقوية بعضها. التناسب والاعتراف بالمعايير كمعايير مناسبة بين الاتحاد الأوروبي واليابان، هذا شيء جيد. كيف يمكن يعمل ذلك؟ وفي رأينا لابد من السؤال للأطراف المعنية المختلفة، كيف ما هي السبل المفضلة للمضي إلى الأمام. عندما ننظر إلى المتطلبات المجردة نرى كثيرا ما إن الحكومات لا تفهم التكنولوجيا مثل ما هي تؤثر على المستخدمين في الواقع. إذن علينا أن ننظر ماذا يعمل في الواقع، وعليه أن ينعكس في السياسة وكذلك في المفاوضات ما بين مجموعات الأطراف المعنية المختلفة والحكومات. بالتالي جوابي بسيط جدا، يعني ما يجب علينا نعمله هو التواصل المستمر مع الأطراف المعنية. شكرا جزيلا بول. طبعا هذا موضوع صعب جدا، وأصلا هذا سؤال مستفز لحد ما، ولابد من مواصلة الحوار، ولكن المواضيع التي نواجهها هي عاجلة، إذن نحتاج إلى أكثر من الحوار. وفي المجلس، مجلس الاقتصاد الرقمي في فرنسا، نحاول أن نجمع الأطراف المختلفة، أن نسهم أيضا منظمات من المؤتمر، من المجتمع المدني، نحاول تدريبها في الحوار، ولكن أيضا في إعداد جدول أعمال للتعاون والتفاوض. وأتفق معكم، يعني في كثيرا ما الحكومات لا تفهم ما يحدث، وهذا من أكبر المشاكل التي نعاني منها. نحن كممثلي المجتمع المدني ربما ليس دبلوماسيا جدا، يعني صيغة دبلوماسية التي أقولها الآن، ولكن أقولها. أعتقد المجتمع المدني عليه أنه يقوم بحوار ما فوق الحكومة، يعني عندما نلاحظ أن الحكومة جاهلة للموضوع، ليس من الضروري أنها تكون معنا في الحوار، ولكن على الأقل عليها أن تستمع للمجتمع المدني، للأطراف المعنية الأخرى. والمجتمع المدني ربما لا يقدر على إعداد جدول أعمال كاملة، ولكن على الأقل يجب أن يكون هذا الجدول أعمال شامل لكافة الأطراف المختلفة. شكرا جزيلا. طبعا مثل ما فهمنا من الأسئلة في البداية، طبعا هناك مواضيع مختلفة متفاعلة، ونحن ننظر إلى موضوع واحد فقط، يعني تدفق المعلومات والثقة، ولكن بالإضافة لذلك التجارة والحقوق الأساسية كذلك. وعندما ننظر فقط إلى الجانب التجاري، يعني ذكرت من قبل قد يكون إن كان هناك مجتمع حماية البيانات والتجارة يتعاملان مع بعضهما ويفهمان أيضا ما هو
ضروري، ومثلا في المجتمع التجارة بيعرفون لماذا يجب أن تتدفق البيانات وكيف يمكن تتدفق، ولكن الأدوات موجودة في الحقيقة، وهذا قد يكون المنطلق للمناقشة وليس الختام، ولا يجوز أن يكون هناك حاجز أو عائق لهذه المناقشات المشتركة. يعني العكس من ذلك، لابد من إسهام كافة الأطراف فيها، وأعتقد لابد من التفكير في الاتفاق على جملة من المبادئ الأساسية، وثم أيضا مقارنتها مع الوضع القائم في كل بلد على حدة، وثم نرى كيف تعمل هذه الدول على حماية البيانات. وأعتقد هذا يوقف الحكومات في التحدث، يعني نحن علينا أن نحمي الأمن الداخلي فقط. إذن ما هو رأيك أو توصيتك حول التعاون المستقبلي؟ لا أعتقد أن هناك سبيل واحد فقط لحل كافة المشاكل، خصوصا فيما يتعلق بالتفاعل المتبادل، ولكن عندما نريد إحراز النجاح قد يكون مفيدا أن يكون هناك حوار فوق الأقاليم ومفاوضات مفتوحة على صعيد الإقليمي وأيضا على صعيد الأقاليم المتعددة، أن هناك حوارات مع الحكومات، مع الإدارة العامة، الباحثين والأكاديمية والآخرين، ولا أتوقع من ذلك فقط تنظيم القواعد وتنسيقها، ولكن أيضا تعزيز الثقة المتبادلة، لأن هذه الثقة ضرورية مثل ما قيل اليوم. أظن وأعتقد أن خصوصا يعني العصر عدم المراقبة وتنظيم الإنترنت انتهى. نتحدث عن عمليات متزامنة مختلفة، وكيف يمكن جمع هذه العمليات المتزامنة؟ هل هناك آلية قد تربط المناقشات في المجتمع المدني، المناقشة التجارية في البنوك المركزية، أو بين الخبراء الأمن السيبري والأخري؟ هذا شيء مثالي، إن كان هذا حوار رسمي أو غير رسمي هذا لا يهم، ولكن عندما يتم تحديد القواعد كيف نستمر؟ منظمة التجارة العالمية تحاول ذلك على مستوى عالي جدا بالتركيز على المبادئ الأساسية، ولكن نظرا إلى المبادئ أعتقد أن هناك نموذج ناجح ومفيد، ربما تعرفون اتحاد الاتصال العالمي، وهذا الاتحاد نظم ورشة عمل أو منتدى مركزي للمشرعين، وفي هذا المنتدى يناقشون حول المشاريع، يعني كيف كانت نتائج المشروع، وهذا ليس فقط على المنصة ولكن أيضا في الاستراحة في القاعة والأخرى، بالإضافة إلى منتدى الإنترنت والتشريع. و إذن المشرع وأصحاب الإنترنت كيف يمكن أنهم يطلعون على بعضهم البعض؟ وربما هناك منتدى قد يكون مفيدا للتبادل بين الأطراف المختلفة التي يعني التبادل الخبرات بينها، إن كان هذا ممكن سنرى. لويزا، أعتقد ممكن أننا نتجاوز الوقت المحدد أصلا إلى حد ما. أتفق معكم
على أننا بالحاجة إلى خطوات نحو تجميع أطراف معنية مختلفة، خطوات نحو الحوار، تبادل الآراء، وكذلك إدخال وإسهام الرأي العام. كي نرى ما هي الأهداف المجتمع وما هي الأوضاع في المجتمعات المختلفة. طبعا من الصعب أن نتخيل، فقط أن هناك منتدى يعطينا الإمكانية لمناقشة كافة التفاصيل، ولكن هذا مش الهدف الأساسي. ولكن المهم أن هناك إطار مشترك، مبادئ مشتركة لا تشمل يعني لا تشمل أقليم واحد فقط، ولكن أيضا فاعلين ما فوق الأقاليم لتحقيق هذه الأهداف. باختصار فقط، نعتقد أن التجارة ستكون مهمة لهذه المناقشات التي يعني نعتقد حتى ولو كانت هناك قواعد أكثر وأنظمة أكثر لابد من ضمان التجارة. إذن نرى مستقبلا ما هي الأشياء التي يمكن أن تقبلها منظمة التجارة العالمية على الصعيد العالمي. هناك أيضا منظمات أخرى، OECD، IGF وغيرها، وهذه الخبرات يجب أيضا إدراجها في العملية لإيجاد الحلول. وبالنسبة للتفاعل المتبادل، طبعا لابد من تصعيده من خلال زيادة واجب وتعزيز واجب المحاسبة، ولا نقبل الآليات يعني اختلاف الآليات ما بين الدول المختلفة. بالنسبة لتدفق البيانات، تدفق البيانات بسبب وجود الإنترنت. وهذه الأكاذيب العميقة، وهذا سمعناه، هي موجودة. وما نتحدث عنه هو الإنترنت، ولا يجوز القضاء على الإنترنت لأنه يحسن حياتنا يوما بعد يوم. كما قلت، نحن نحرص على تحسين التعاون مع المشرعين، ربما أيضا منتدى أحسن للمشرع، لأن نحن طبعا فعلا نؤمن في الإنترنت ونريد أن تكون هناك جهة تساعدنا في تحسين التنسيق. يعني كان الطاولة مربعة ومستديرة أو الناس واقفين فوق الطاولة، هذا مش مهم، ولكن المهم أن دول الأعضاء لها مصالح وطنية، وبهذا السبب نحتاج المجتمع العالمي الذي ينشر أيضا المبادئ العالمية. عندما نتحدث مع مثلا مع البشر في واشنطن دي سي، المبادئ ثابتة وجامدة جدا، وفي مدينة دلهي تختلف هذه المبادئ. في الناس في البلدان النامية يقولون البيانات هي النفط الجديد، وطبعا هناك أيضا استشارة من منظمات دولية وهي تقول أيضا أن البيانات هي النفط الجديد، البترول الجديد. ولكن لابد من الإشارة دائما إلى أن الأمر ليس فقط التجارة، ولكن هناك مواضيع أخرى أيضا، وأننا نبين أيضا الأسباب لعدم الرضا بالإنترنت والتعامل معه. إذن شكل الطاولة طبعا هذا لا يهمنا،
شكرا. ما استدرج من هذه المناقشة اليوم هو أن المواضيع معقدة ومركبة جدا. حاولنا النظر إلى جوانب مختلفة، كل شيء متشابك ومتداخل، وهناك طبعا محاكاة كبيرة بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للعاملين في مجال الإنترنت. وما ذكرتمه هذا جيد جدا، هذه المواضيع لن تتلاشى سحرا، ولكن لابد من التعامل معها. وبهذا السبب من المهم جدا أن هناك منتديات دولية متعددة الأطراف ونموذج تعددية الأطراف المعنية قد يولد عمليات جديدة تشمل أطراف جديدة كي يكون عندنا فعلا النسيج الذي نحتاجه للأجيال القادمة. شكرا جزيلا. نصفق أعضاء في لجنة المنصة وأعمل أننا نستطيع مواصلة المناقشة. شكرا.